لكن زي ما انت شايفين انا كده خلصت الجناح الاولاني. بالنسبة لي انا عملت 4 سكيشن بس، طبعا انت ممكن تزودي، مش لازم تكملي يبقى مسحوب خالص للاخر زي ما انت شايفين واقفة لحد 4 سكيشن كويس جدا بالنسبة لي. انا بلبس ميديوم لارج، فالجزء ده هيتلف حوالين الجسم، فبالنسبة لي هيلف ويبقى في النص بالظبط كويس. فطبعا انت ممكن تزودي لو انت عايزة، زي ما قلتلك قبل كده هنزود 6 سكيشن 8 سكيشن، ممكن تزودي لحد ما تخلصي خالص، بس لحد ما يلف حوالين جسمك ويبقى مظبوط عليكي، ده المطلوب. دلوقتي هنعمل نفس اللي احنا عملناه هنا، هنعمله في اليمة التانية عشان يبقى عندي جناحين دول هيلف حوالين الجسم. ولما اخلص اليمة التانية برضو هعمل 4 سكيشن، هرجع لكم واوريكم ازاي نفنش التوب ونخلصه، بحيث ان هو نعمله بقى الستربس والحاجات التانية اللي احنا محتاجين نكملها عشان نخلي شكله حلو ونعرف نلبسه. فخليكم معايا اوريكم دلوقتي هنعمل ايه. This is my girl. Isn't she beautiful? Sit. Is it? Is it? Is it? Hi. 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 I love you. Ow. I love you. اوكي زي ما انتم شايفين ده التوب بتاعنا بعد ما خلصنا الجناحين بتوعه. ده اليمة الصح من الشغل، هنشتغل دلوقتي على اليمة الصح اللي هي تبقى بره. دلوقتي زي ما انتم شايفين عملنا الجناحين، متخضوش من شكله، هيظبط كل حاجة دلوقتي. بس اهم حاجة ان احنا نعمل الجناحين او اليمتين بتاع التوب عشان نلف حوالين ظهرنا، لما نيجي نلبسه هيبقى من المنظر ده كده، تمام؟ فيبقى منظر ده التوب من ورا هيبقى بالمنظر ده. دلوقتي حواريك وازاي بقى نظبط كل حاجة. اول حاجة هنعملها طبعا هنشتغل في اليمة رايت سايد او اليمة الصح من الشغل عشان كل حاجة تبقى شكلها لطيف. هنبتدي من الكورنر اللي فوق من اليمة اللي فيها الخيط دي، هي كانت البداية خالص. هنعمل فيها هنبتدي نشتغل فيها، طبعا هنوصل خيط، عملت سليب نوت وهنبتدي نوصل الخيط بتاعي بأول غرزة خالص. دلوقتي بشوف الغرزة انها تبقى ثابتة متفكش معايا وادخل فيها الخيط. دلوقتي وصلنا الخيط تمام، هنعمل غرزة والتانية عشان نثبت الخيط مكانه وكل حاجة تبقى تمام. تمام، بعد كده هنقوم جينا عاملين غرزتين كمان، يبقى لي كده عندي 3 غرز. طبعا قلنا 3 غرز ما تحسبش اي حاجة خالص، هنشتغل في اول غرزة عندي خالص اللي انا طلعت منها، هنشتغل عشان خاطر نعمل دبل كروشيه. هنعمل دبل كروشيه في كل غرزة عندي لحد ما اوصل تقريبا للنص بتاع الشغل عندي، عشان هنعمل فيه تريكة كده عشان خاطر احافظ على الباترن الزاوية او الحرف الفي اللي عندي ده. تمام، فاحنا هنشتغل كله في كل غرزة دبل كروشيه لحد ما اوصل للنص. دلوقتي تقريبا وصلت لحد النص، سبت بس 3 غرز اللي في النص. طبعا زي ما انتم شايفين احنا كنا بنزود 3 غرز في كل سطر عشان نزود الباترن وفي نفس الوقت نعمل حرف الفي اللي عندي ده. دلوقتي احنا هنعمل العكس بقى عشان خاطر نحافظ على نفس الباترن. فانا عندي الغرزتين اللي جنب الغرزه اللي في النص، تقريبا الغرزه في النص فيها 3، فنحسبها بغرزه واحده، والغرزتين اللي جنبهم يمين وشمال يبقى كده 3 غرز. الثلاثه دول هناخدهم الثلاثه مع بعض، هنقللهم كلهم مع بعض. هوريكوا ازاي. دلوقتي هنخش في اول غرزة ونعمل دبل كروشيه ومش هنكملها، هنقف لحد هنا الغرزة اللي في النص اللي احنا عملنا منها التلاتة، هنخش نعمل دبل كروشيه ومش هنكملها برضو. كمان الغرزة كمان اللي جنبها دي اللي هي التالتة هنخش ونعملها. عندي 4 لوبس في الابرة هناخدهم كلهم سوا، تمام. الباترن لو قلبناه هيبين كأنه بالظبط ان احنا زودنا 3. وبعد كده هنكمل دبل كروشيه او غرزه عمود في كل سطر او في كل غرزه لحد ما نوصل لاخر السطر، نفس الباترن او نفس الجزء اللي احنا عملناه في الجزء الاولاني. اوكي زي ما انتم شايفين الباترن بتاعنا زي ما هو وحافظنا عليه، ولسه عندي حرف الفي بتاعي. دلوقتي هنبتدي بقى نعمل اللايننج او نعمل حاجه كده لذيذه على الجناب عشان نخلي شكلها حلو. هنعمل 3 غرز سلسله
تمام. وبعدين في اول سبيس خالص زي ما انتم شايفين فيه غرزه دبل كروشيه هنخش تحتها على طول، هو في اول سطر خالص هنخش ونعمل دبل كروشيه، تمام. نعمل كمان دبل كروشيه كده، يبان كان عندي 3 دبل كروشيه باعتبار ان اول 3 سلاسل عملناها كانها دبل كروشيه. هنعمل غرزه خرجة سلسلة وهنعدي اول سطر وتاني سطر اللي بعده على طول هنخش في السبيس سوري وهنعمل 3 دبل كروشيه في نفس السبيس، تمام. يعني احنا هنشتغل في سطر ونسيب سطر عشان احنا دلوقتي بنشتغل في سطور ومنشتغلش في غرز، تمام. دلوقتي انا عندي 3 دبل كروشيه مع بعض، هنعمل غرزة سلسلة هنخش يعني نسيب السطر اللي بعديه والسطر اللي بعده، تمام. هنعمل فيه برضو 3 دبل كروشيه بالمنظر ده، اوكي. تاني هنكمل نفس المنظر، هنخش بقى في اللون النبيتي، هنعمل غرزة سلسلة، هنسيب السطر الاولاني ده اللي هو السبايك، تمام، ده هنسيبه وهنخش في السطر اللي بعديه. يعني احنا بنشتغل في سطر وبنسيب سطر، والسطر اللي احنا بنسيبه بنعمل فوقيه غرزة سلسلة، تمام. انا هحاول ناخد الخيط معانا بحيث ان هو يستخبى جوه الشغل، فيقلل بعد كده ان احنا لما نيجي نخبيه بقى الخيوط ونفنش الشغل بتبقى اقل بكتير. خدت الخيوط كلها معايا اهو، دلوقتي هنعمل 3 دبل كروشيه او غرزة عمود في السطر ده بالمنظر ده. برضو هنكمل بنفس المنظر بقى لحد اخر السطر خالص، هنعمل هنسيب السطر ده ونشتغل في السطر اللي بعده، ماشي. تنسيش تعملي السلسلة وينسيب ده ونخش في اللي بعده، وبتحاولي تاخدي الخيط معاكي على قد ما تقدري، اوكي. ونعمل الثلاثة عمود او الثلاثة غرزة دبل كروشيه في نفس السطر، وهنكمل بنفس المنظر لحد ما نوصل لاخر السطر. برضو من دلوقتي احنا مش بنبص للالوان، احنا بنبص للسطور، بنسيب سطر وبنشتغل في السطر اللي بعديه وهكذا لحد اخر السطر او اخر الجنب ده، لحد لما نوصل لاخر الجنب وناخد معانا الجناح برضو، تمام. يعني هنوصل لحد الزاويه وهشوفكم هناك. اوكي، زي ما انتم شايفين ده الباترن او ده الفينش اللي احنا هنعمله. طبعا ده مش اخر حاجه، احنا لسه هنشتغل عليه كمان، بس انا هوريكم منظره هيبقى عامل ازاي دلوقتي. زي ما قلت لكم هنكمل بنفس المنظر ده، نشتغل في سطر ونسيب سطر لحد ما نوصل للاخر خالص. هنكمل بقى ده كله، كل ده لحد ما نوصل لاخر سطر عندنا خالص لحد الكورنر، وهشوفكم في الكورنر عشان اوريكم احنا هنعمل ايه في الكورنر وهنكمل بقيه التوب ازاي. اوكي، دلوقتي احنا وصلنا للكورنر زي ما قلت لكم، ده معنا الجنب كله زي ما انتم شايفين. دلوقتي وصلنا للكورنر، هوريكم احنا هنعمل ايه. دلوقتي احنا وصلنا لحد اخر سطر خالص وخلصنا 3 غرز، هنعمل تشين 1 او غرزه سلسله وهنبتدي ندخل في اخر غرزه في الكورنر. والقطه بتاعتي حابه تتفرج انا بعمل ايه، وهنعمل برضو 3 غرز 3 دبل كروشيه في الغرزه اللي في الكورنر دي زي ما انتم شايفين دي، عشان تبقى الدايره بتاعتي انها تلف بالطب، اوكي. وبعدين نعمل برضو غرزه زي ما احنا، الباترن زي ما هو مش هيتغير، 3 دبل كروشيه ما بينهم غرزه سلسله. دلوقتي بحاول اشد شويه خيط عشان اعرف اشتغل، الابره راحت فين، اوكي. اوكي يلا بينا نكمل. دلوقتي زي ما انتم شايفين عملت 3 غرز او الدبل كروشيه بتوعي، والقطه بتاعتي خيكت خيليني رايحه جايه كل شويه. دلوقتي هنعمل غرزه سلسله، وين دلوقتي هنعمل ايه بقى. دلوقتي بنشتغل غرز مش بنشتغل سطور. دلوقتي في السطور احنا كنا بنسيب سطر ما بين كل سطر والتاني بنشتغل فيه، بالنسبه للغرز هنسيب غرزتين ما بين كل غرزه. دلوقتي هنعدي غرزتين، وفي الغرزه الثالثه اوكي، وفي الغرزه الثالثه هنخش ونعمل دبل كروشيه، 3 دبل كروشيه او غرزه عمود في نفس الغرزه، الثلاثه يبقوا دايما مع بعض، اوكي. دخلنا عملنا 3 غرز بتوعي من شايفين، دلوقتي
في كورنر اهو في لفة، والوقتي بقيت بشتغل في الجزء اللي تحت ده المطلوب. انا عايزة اوصل للفة بتاعتي اللي انا عملتها دي، انا شايفين عاملة كورنر لطيف جدا. دي هعمل غرزة سلسلة وهنعدي غرزتين من السطر، وفي الغرزة التالتة هنخش ونعمل دبل كروشيه. وهنا برضو بحاول اخد الخيط معايا ده وادخله جوه الشغل بتاعي، بحيث ان هو بعد كده لما يجي اشوف زي ما قلتلكوا اي زيادات تبقى الشغل خفيف عليا في الفينشينج نهائي. ويبقى هنكمل المنظر ده، هنعمل غرزة ونعدي غرزتين من السطر، وهنعمل 3 غرز دبل كروشيه او غرزة عمود في نفس الغرزة، وهنكمل الباترن بقى كله لحد ما اوصل للكورنر اليمة التانية. يعني ده الباترن انا هشتغل فيه بقيت، وانا بس حبيت اوريكوا التريكة بتاعت الزاوية، وفي نفس الوقت هقوليكوا انا هعمل ايه في الغرز. احنا كنا شغالين سطور من شوية، دلوقتي هنشتغل غرز. في الغرز هنعدي غرزتين ونشتغل في التالتة، وطبعا زي ما قلتلكوا هنكمل يعني الجزء اللي تحت ده كله غرز. وبعدين هنخش هنا بقى في شوية سطور هنعمل فيها نفس اللي احنا عملناه. ماشي، ده الجزء التاني بتاع الجناح بتاعي. تمام، هنرجع نكمل فيه في سطور عادي لحد ما نوصل لليمة التانية. دلوقتي انا وصلت للزاوية بتاعت الجناح، بس انا مش عايزاها تبين، فانا هشتغل عادي جدا كأنها جزء من الشغل اللي هي كان الدور ان هو اعمل فيه الكورنر. فانا هعمل التلات غرز بتوعي في الكورنر عادي جدا. تمام، بالمنظر ده. مش هعمل كورنر هنا بقى، انا مش عايز اعمل كورنر، عايز اخده خط زكين وخط مستقيم معي. هنفوت سطر وهنشتغل في السطر اللي بعده. تمام، بالمنظر ده كده رجعنا سطور تاني نشتغل في السطر ونسيب سطر. تمام، هسيب السطر ده وهدخل في السطر اللي بعده اللي هو ده اللي هو اول واحد في النبيتي، وهعمل فيه نفس الباترن 3 غرز دبل كروشيه وغرزة سلسلة ما بين، نسيب سطر ونخش في اللي بعده. اوكي، زي ما انتم شايفين هنا مفيش، مش باين زاوية قوي زي الكورنر هنا، هناك باين كأنه شغل ماشي مع بعضه. تمام، وهنكمل بقى كل ده، نشتغل كل ده سطور، نشتغل في سطر ونسيب سطر لحد ما نوصل لبداية هنا، وهنشتغل زي ما اشتغلنا اليمة التانية. وبالنسبة للغرز هنشتغل كل غرزتين، في الغرزة الثالثة هنشتغل فيها ونسيب 2 ما بين كل غرزة والتانية، وهنشتغل برجع كل ده تاني لحد ما نوصل للبداية بقى خالص ونوصل، علشان خاطر نروح بعد كده للخطوة اللي بعد كده في اللايننج او في تقفيل الشغل. ماشي، اوكي، بنات زي ما انتم شايفين ان كده خلصنا اللاين الاولاني او التقفيل الاولاني للطوب باللون الاوف وايت. زي ما انتم شايفين خدتها داير ما يدور حوالين الطوب، ما شايفين شكله جميل جدا. ماشي كده بوريكم المنظره عامل ازاي بعد ما خلصته، وطبعا قصيت الخيط بعد ما قفلت الشغل. دلوقتي بقى المفروض ان احنا هنروح نعمل الاسترابس او اللي هي الحاجات اللي تلف حوالين الرقبه وحوالين الظهر، اللي هي الحمالات اللي هي بتتربط باللون النبيتي، وهنعمل لايننج تاني نفس الشكل. دلوقتي انا هوريكم هنعمل ايه. اول حاجه طبعا هنعملها سليب نوت عشان خاطر، او هي غرزه عشان خاطر نوصل الخيط بتاعنا زي ما بنعمل كل مره. تمام، وبعدين هنخش فيه بقى من هنا، احنا مش هنعمل حاجه من فوق، احنا عايزين فوق يبقى اوف وايت، مش هنحط فيه نبيتي خالص. فهنبتدي من هنا وهنقفل مي اللي هنشتغل لحد اليمه الثانيه. اول حاجه نعملها ان احنا هناخد الخيط، وطبعا ناخد نعمل غرزه سلسله ونقفل الخيط، نثبت الخيط مكانه زي كل مره. ودي القطه بتاعتي برضو معديه، كانت هايصه في الفيديو ده خالص. دلوقتي عملنا كده، قفلنا الخيط وثبتنا مكانه. دلوقتي هنعمل اول حاجه نعملها، هنعمل الستراب او هنعمل الحمايه الاولانيه او البتاع بتتربط. هنعمل 75 غرزه سلسله. تمام، بعد ما بنخلص 75 غرزه سلسله ما انت شايفه كده،
ممكن تطوليها لو انت عايزة. هنعمل غرزة زيادة، وفي اول اخر غرزة خالص عملناها هنعمل سنجل كروشيه او غرزة حشو في كل غرزة سلسلة عندي زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. غرزة الحشو سهلة جدا، انت بتخشي في الغرزة وبتاخدي الخيط وبتسحبيه من اللفتين اللي عندك في الابرة، ما بتلفيش خيط حوالين ابرة ولا اي حاجة خالص لو اول مرة تعمليها. سهلة جدا زي ما انتم شايفين وصندوقتها دي بتدي عرض شوية للستريبس بتاعتي، وفي نفس الوقت يبقى شكلها لطيف وجميل. هنكمل كده لحد ما نوصل لبداية السلسلة اللي احنا عملناها عشان اوريكم هنعمل ايه الخطوة الجاية. اوكي زي ما انتم شايفين احنا تقريبا خلصنا، قربنا نوصل للتوب بتاعنا، بس خلي كام واحده كده في الاخر عشان اوريكم احنا هنعمل ايه. ماشي، هخلص السنجل كروشيه بتاعتي بتاعت الستربس او الستربس اني anyway مش لاقي لها كلمه دلوقتي. هنعمل اخر سنجل كروشيه خالص في البدايه اللي احنا طلعنا منها عشان اثبت الستراب مكانها. طيب من كده احنا خلصنا الستربس ودي هي نقطة مهمة جدا. دلوقتي هنروح نعمل لايننج زي اللي احنا عملناه باللون اوف وايت، بس كنا هنعمل تشين وان او هنعمل غرزة سلسلة ونخش في السبيس بقى. فاكرين التشين وان اللي كنا بنعملها بين كل مجموعة والتانية دي؟ هنخش فيها ونعمل فيها 3 دبل كروشيه بالمنظر ده. نعمل برضو غرزة سلسلة ونخش في المسافة بتاعت غرزة سلسلة من السطر اللي قبليه بتاع اللايننج، ونعمل 3 برضو دبل كروشيه. طبعا دي هتبقى اسهل بكتير بقى من المره اللي قبلها، لان المره قبلها كنا بنشتغل في سطور وبعدين رحنا لغرز ومن غرز لسطور وبعدين غرز وبعدين سطور. دي سهله خالص انت كلها تعمليها، لان انت هتعملي 3 دبل كروشيه او غرزه عمود في كل سبيس عندك ما بين اللي هي اللي بتاعت المسافه اللي احنا عملناها ما بين كل مجموعه والتانيه اللي هي تشين او غرزه سلسله من السطر اللي تحت. دلوقتي احنا عملنا اول ستراب، دلوقتي هنكمل بقى بالمنظر ده كله لحد ما نوصل للكورنر التاني اللي هو احنا محتاجين نعمل بقى الستراب حوالين الوسط يعني عند الظهر اللي هي في الكورنر ده. احنا هنكمل بقى كله لحد ما نوصل هنا، وهنا هنعمل الستراب التانية. هرجع لكم بعد ما اخلص ده كله عشان اوريكم هنعملها ازاي ونكمل الشغل. اوكي زي ما انتم شايفين دلوقتي احنا تقريبا خلاص وصلنا للكورنر بعد ما خلصت الجنب ده كله. هعمل تشين 1 عشان ادخل بقى في الكورنر ده. في الكورنر ده هنعمل سنجل كروشيه، مش هنعمل فيه 3 دبل كروشيه بقى، هنعمل فيه الستراب بتاعتنا. عملنا سنجل كروشيه نثبت الخيط، وهنعمل 75 غرزه سلسله زي ما عملنا بالظبط في الستراب اللي حوالين الرقبه. هنعمل زيها في حوالين الوسط برضو بنفس العدد، وهنرجع برضو بسنجل كروشيه لحد ما نوصل هنا ونثبتها برضو بسنجل كروشيه تاني في الكورنر. وبعدين هنرجع ونشتغل نفس الباترن، بعد ما بثبتها نعمل غرزه سلسله و3 دبل كروشيه في كل سبيس زي ما عملنا قبل كده في كل ده. يعني اوريدي بقى خلاص الموضوع بقى اسهل بكتير زي ما قلنا. هنشتغل في السبيس ما بين كل واحده والتانيه لحد ما نوصل للكورنر ده. وفي الكورنر ده هنكرر اللي احنا لسه عاملينه من شويه، اللي احنا نعمل اول سنجل كروشيه نثبت الخيط وبعدين اطلع بال 75 غرزه سلسله وارجع تاني بسنجل كروشيه كل ده كله لحد ما اوصل للكورنر ده. هو اخر كورنر عندي اللي هنشتغل فيه، وهنا برضو هنعمل 75 غرزه سلسله راجع سنجل كروشيه عشان اخلص الستراب التانية اللي حوالين الرقبه. يبقى كده عملنا 2 حوالين الرقبه و2 حوالين الوسط، وكده يبقى خلصنا الشغل بتاع التوب تقريبا خلاص. بس فضلت تركه بسيطه زي ما شايفين، دي ستراب واحده تانية اللي هي التانيه بتاعه الرقبه هنعمل زيها بالظبط، وهنقفل الخيط ونقصه. مش هنشتغل حاجه في الجزء اللي فوق من التوب، هنسيبه اوف وايت زي ما هو. اوكي اوكي زي ما انتم شايفين كده التوب خلاص خلص معنا. طبعا الخيوط دي كلها هنخبيها بعدين، بس زي ما انتم شايفين عندي تو ستربس او بتاعتين حوالين الرقبه عشان اربطهم حوالين الرقبه بتاعتي. طبعا زي ما انتم شايفين الخيط ده كله هيستخبى بعدين. تمام، طبعا هخبيه بره الفيديو يعني انتم عارفين ازاي بيتخبى جوه. وزي ما انتم شايفين ده اللايننج والتوب بعد ما خلص، ودي الستراب التانية اللي تبقى حوالين الوسط.
ودي التانية بتاعتها. فأنا كده خلصت الأربعة والطب خلص وجهز إن هو يتلبس. تمام، هي شكلها بتبقى حلو كده انها بتعمل زوالي وصواندوطه كده. اوكي كده التوب خلص، وكده ما نيجي نلبسه هنعمله كده زي ما قلنا قبل كده، وشكله حلو جدا في اللبس زي ما شفتوا في اول الفيديو. تمام، ده كده التوب. طيب التوب ده بالنسبه لي انا هو بالمنظر ده محتاج بوبس كبيره علشان خاطر يبقى ميل الدنيا والدنيا تبقى لطيفه، خصوصا هو مش هيبقى في مكان ان احنا نلبس فيه برا. فبالنسبة لي لما انا لبسته كان واسع من الجزء ده كده شوية، فمحتاجة لم حبة علشان خاطر يخبي الجناب من البوبس او الجناب بتاع الجسمي، ما ينفعش انها تبقى طالعة كده، كان كمان منظره ما كانش حلو خالص. فبالنسبة لي علشان خاطر البوبس بتاعتي نوعا ما حجمها متوسط، هو محتاج بوبس كبيرة لو بالمنظر ده فيلم الدنيا، لكن بالنسبة لي كان زي بهوة سنة. فانا هعمل بس تريكة بسيطة دلوقتي معاكم عشان اوريكم ممكن تلموا الدنيا ازاي من غير ما تحتاجوا ان انتوا تلبسوا برا، لان زي ما انتم شايفين الجزء اللي فوق ده من الظهر اكسبوزد يعني باين، فصعب جدا انه يتلبس برا، لازم يتلبس هي البرا اللي بتلزق دي، وانا ما بحبهاش خالص صراحة، سخيفة جدا. فانا هوريكم ازاي تريكة بسيطة جدا هتظبط الجناب لو مبهوقة معاكي زي ما كانت مبهوقة معايا، وتخلي التوب ملموم وشكله شيك جدا. فيلا بينا هوريكم هنعمل ده ازاي. اوكي دلوقتي هنبتدي التريك بتاعتنا هنعملها برضو زي ما عملنا اللون النبيتي، وهنشتغل برضو باللون النبيتي عشان خاطر هو لازم يبقى مستخبية جوه اللون. بس طبعا اكملي انا قصيت اللون اوريدي عشان خاطر انا مش شغاله في الجزء اللي في النص حوالين الرقبه، فهنوصل الخيط تاني. طبعا زي ما قلت لكم دي تريكه لو عندكم مشكله في التوب حوالين الصدر او حوالين البوبس واسع ومبهوق، لكن لو مظبوط عليكم خلاص يعني هنوقف لحد هنا مش هنعمله دلوقتي. لو نفس المشكله زي ما حصلت هنعمل اللي احنا هنعمله دلوقتي، زي ما انتم شايفين بوصل الخيط كالعاده. تمام كده انا وصلت الخيط وكله تمام. دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هعمل سنجل كروشيه في كل غرزة لحد الوردة الثالثة، انا هسمي دي وردة ماشي، او التلاتة دبل كروشيه مع بعض دول نسميها وردة عشان تبقى سهلة. هنعمل سنجل كروشيه في كل واحدة، وفي السبيس هنعمل واحدة في السبيس لانها تعتبر غرزة. تمام هنعمل كده لحد ما نوصل للغرزة الثالثة، يعني دلوقتي في كل غرزة بالسبيس هنعمل سنجل كروشيه. تمام طيب انا كده خلصت 2 ماشي. في التالتة بقى هنبتدي ان احنا نشتغل حاجة مختلفة. دلوقتي هنعمل سنجل كروشيه ونسيب واحدة، يعني كنا بنشتغل في كل واحدة صح؟ لا هنعمل سنجل كروشيه في واحدة من بداية الغرزة التالتة او الوردة الثالثة، وعدينا واحنا وعملنا سنجل كروشيه في اللي بعدها. تمام ففي دلوقتي غرزة احنا فوتناها في النص، دلوقتي الغرزة دي هنفوتها لان عليها الدور، هنعمل سنجل كروشيه في اول غرزة وفي الثالث غرزة من الدبل كروشيه دي، وفوتنا واحدة في النص. تمام دلوقتي السبيس برضو هنفوته، يعني هنشتغل في اول دبل كروشيه واخر دبل كروشيه سنجل كروشيه بس، والباقي هنفوته، وما بين كل دبل كروشيه والتانية مفيش اي سبيس، مفيش اي تشين ما بينهم، كلهم لازقين في بعض زي ما انتم شايفين كده، بيضموا ازاي على بعض، بيكشكشوا على بعض. انا عايز اقلل عدد الغرز في المنطقة دي اللي حوالين الصدر علشان تكشكش شوية فتلم الموضوع من الجناب، يعني هقول انها كانت مبهوقة وواسعة، فانا عايز المها وخليها نوعا ما ضيقة فانها تلم حوالين الصدر او البوبس، وفي نفس الوقت يبقى شكل التوب جميل. فالمنطقة اللي فوق من اللي حوالين الصدر بس اللي هنعمل فيها الموضوع ده، زي ما انتم شايفين انا بشتغل بكمل الشغل بتاعي سنجل كروشيه في كل غرزة، بفوت ما بين كل غرزة والتانية بفوت واحدة. المنطقة اللي حوالين الصدر زي ما انتم شايفين الكشكشة عاملة ازاي، شكلها حلو جدا، بدل ما تحطي استيك او اي حاجة وهي بتمط معاكي برضو مع اللبس، فكده البوبس بقى هتبقى هنا في النص وهتبقى مستخبية. كنت بحاول اشرح هتبقى عاملة ازاي، هتبقى مستخبية وتضم حواليها فمتبقاش باينة من الجنب ومبهوة. وهنكمل بقى ايه بالمنظر ده كده. تمام
طبعا ممكن تعمليها، انا عملتها لحد اخر التوب خالص، بس طبعا بالنسبه لك ممكن تعمليها لحد في المنطقه اللي هي حوالين الصدر لحد نص التوب وتسيبي الباقي. بس انا لقيت ان هو يعني اولا غير ان هو شكله حلو وخلي التوب لامم نفسه شويه، زائد ان هو برضو بيمط كانه استك، فلما بشنده حوالين ظهري فما مش مضايقني في اي حاجه خالص. تمام، دلوقتي بقى هنشتغل من حوالين الاسترامب وهنكمل بقى في كل غرزة زي ما عملنا في الجزء الاولاني خالص. هناخد ندخل في كل غرزة نعمل فيها سنجل كروشيه عشان نكمل بقى داير ما يدور. يبقى المنطقة الجنبين بس هما اللي هيتعمل فيهم الكشكشة دي، انما بقية الغرز كلها هنعمل في كل غرزة حتى في السبيس هنعمل فيها سنجل كروشيه، ونكمل كده لحد ما نوصل لليمة التانية من التوب. زي ما انتم شايفين كل فيها انا بس زودت الايه شكل الوردة شوية او شكل لاينينج شوية، بس مفيش اي حاجة تانية. تمام، طبعا كده ما شايفين الجنب ده كشكش ازاي. دلوقتي انا هوريكم الفرق ما بين الاتنين، زي ما قلتلكم برضو ممكن تعملوا في الجزء اللي فوقاني. انتم شايفين عاملة كأنها استك بالظبط بس من غير ما تحطي استك، فشكله حلو جدا. شايفين الفرق ده عامل كيرف ازاي؟ طبعا ده لما يتلف حوالين الجسم هيبقى مظبوط وشكله حلو، وفي نفس الوقت لامم المنطقه بتاعه الصدر عن المنطقه ده. شوف شايفينه ستريت خالص وواسع. زي ما قلت لكم لو مفيش اي مشكله بعد ما تخلصي التوب بالنسبه لما تلبسيه وكل حاجه تمام، ما مش محتاجه ان تعملي التريكه دي. لكن لو زي حالتي برضو والبوب بتاعتك صغنطوطه او متوسطه الحجم والتوب حاسه ان هو واسع في منطقه حوالين البوبس، اعملي التريكه دي هتبقى جميله جدا زي ما شفتوا. وهنا بقى هنكمل بوريكو، هنكمل لحد ما نوصل للكورنر ده ونعدي من ورا الستراب ونعمل نفس اللي احنا عملناه هنا في اليمة التانية بالظبط لحد ما نوصل لفوق. وبعدين عند اخر اتنين اخر وردتين هنعملهم عادي خالص زي اليمة التانية، هنعمل بس يعني ميرورينج او مراية كأنها مراية لليمة التانية. ويبقى كده خلصنا التوب بتاعنا، وطبعا هنفنش كل حاجة ونخبي الخيط وبكده خلصنا التوب بتاعنا. ياي، اخد وقت شوية لكن شكله تحفه جدا في اللبس زي ما شفتوا، وانا صراحه حابه جدا. اتمنى ان انتم كمان تكونوا حابين وان كان التوتوريال سهل بالنسبه لكم. اوكي يا بنات، ده بالنسبه لي الفيديو بتاع النهارده، اتمنى ان هو يكون عجبكم وانه كان سهل وان انا قدرت اشرح كل حاجه بالتفصيل. ولو طبعا في اي اسئله يا ريت تعرفوني في الكومنتات تحت، هجاوب لكم على كل الاسئله اللي انتم عايزينها. وبس كده، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. وطبعا كالعاده ما تنسوش تعملوا كومنت لايك وسبسكرايب وتشاركوا الفيديو مع اصحابك، ولو حابين الفيديو ما تنسوش تابعوني على انستغرام او فيسبوك، اللينكات دي موجوده في الديسكربشن بوكس تحت. وما تنسوش تضغطوا على الجرس اللي جنب السبسكرايب عشان يوصلكم نوتيفيكيشن كل مره ارفع فيها فيديو جديد على القناه. واشوفكم قريب في الفيديو الجاي. حبكم كلكم، باي.